Second of the soma is our subject today. بصي ادي الجيرم لاين. ده السبرم وده اوفا. خدت بالك؟ اول ميوتيشن جت لنا فين؟ عن طريق السبرم. فبقى ايه؟ عندنا واحد ريتينوبلاستوما دوميننت اهو، والثاني اللي هو الايه؟ الريسيسيف. تمام؟ دول بقى لما دخلوا جسم الشاب ده، الشاب ده بقى عنده ايه؟ ريتينوبلاستوما سليم وريتينوبلاستوما ايه؟ مضروب. لو ما حصلوش السكند ميوتيشن هيبقى طفل نورمال. ما عندوش مشكله. تمام؟ وتخلي بالك بقى هذا الرجل او الشاب ده افرضي ان ما حصلوش سكند ميوتيشن نظريا، تمام، هيبتدي يورد الكلام ده في 50% احتمال انه ينقلها لانه شايل الصفه دي. فاهمين ازاي؟ طيب هنا بقى مشكلته في ايه؟ ان اثناء تكوين الاورجنز دي في الريتينوبلاست اللي هي الخلايا اللي بتكون الريتنا ياخد الدبل ايه؟ سكند ميوتيشن. طب اذا خد بقى السكند ميوتيشن هتبقى خلايا الريتنا الجديده عامله ازاي؟ صفاتها عامله ازاي؟ اهي سمول ار سمول ار. This is the recessive appearance. بص الزايجوت اوريدي، الزايجوت اللي هو الاوفا مع السبرم اوريدي في واحده فيهم ايه؟ مضروب. اهي خدت بالك ازاي؟ مع السكند ميوتيشن لازم يظهر تيومرز. ريتينوبلاستوما ديفلوبس اونلي افتر ذا سكند ريتينوبلاستوما 1 الليل ان ريتينوبلاست. ان ريتينوبلاست في الخلايا اللي بتكون الريتنا بتاعتنا is either inactivated او lost somatically. خدت بالك ازاي؟ loss of heterozygosity يعني ما يبقاش سليم عشان يقف وش جين الايه؟ الباي. والنورمال فانكشن اوف بوث الليل الاثنين اوف ذيس تيومر سبريسور جين از lost. تتوقع ايه؟ سيل سايكل ريجوليشن اند سيل ديفيجن ار uncontrolled. الخلايا هتنقسم بطريقه unbelievable. تمام؟ ايه and this will lead to tumor growth. يبقى دي الحقيقه اللي وصلنا لها، ان عشان التيومر دي تظهر لازم التو جين اللي هم التيومر سبريشور جينز بتاعتنا يحصل فيهم ايه؟ الميوتيشن. In the germ line already we have one gene is mutated. السكند جين بقى يا اما هيعطل هيبقى سبريس او مش هيشتغل او هيعطل او هيبقى ميوتيتد اثناء السايكل بتاعتنا. تيومرز بقى in the hereditary form خطيره. ليه؟ لانها مش بتبقى العين بس، والبايلاتراليتي فيها هتلاقيها عاليه جدا. البايلاتراليتي هتبقى عاليه جدا لان زي ما قلت لك احتمال السكند هيت عاليه. تمام؟ اهي اقرا معايا دي. The tumors in the hereditary form of retinoblastoma are often bilateral multifocal في الريتنا الواحده. Bilateral multifocal in the same eye. And develop at earlier age. اهو ردا على سؤال الدكتور. Earlier age. خدت بالك؟ Then the sporadic retinoblastoma. يبقى السبورادك احتمالاتها ايه؟ متأخرة وأقل. لأن هنعرف بقى السبورادك ايه؟ لأن السبورادك عشان تحصل لازم يحصل دبل هيت في الريتينوبلاست which is difficult. عشان كده في اليونايتد ستيتس ال 55 ولاية ولا 56 ولاية بيحصل 300 طفل في السنة. مقابل كام طفل بيتولد سليم؟ فهمت القصه؟ فدي رير مش كومن. خدت بالك ازاي؟ ولكنها خطيره. فهنا بقى بص الولاد دول بقى عيبهم بتوع الجيرم لاين ميوتيشن ان القصه عندهم هتبقى ايه؟ بايلاترال مالتي فوكال. بايلاترال مالتي فوكال وتتشخص امتى؟ ايرلي. خدت بالك ازاي؟ ايرلي. وبعدين البيشنت ويز هيريديتري بريديسبوزيشن تو ريتينوبلاستوما ار اولسو ات انكريز ريسك 25% من 15 ل 25% اوف ديفلوبينج ايه بقى؟ نون اوكيولار ريتينوبلاستوما ريليتد تيومر. ريتينوبلاستوما ريليتد تيومر. الريتينوبلاستوما قلنا هي اصل تيومر، اصل الجين ده كصفه بيعمل ايه؟ اتس تيومر انهبيشن جين. هو اسمه كده تيومر انهبيشن او تيومر سبريسور جين، يقولوا عليه تي اس جي اللي هي تيومر سبريسور جين. اتس تيومر سبريسور جين. تمام؟ ساتش از اوستيو ساركوما. شفت بقى؟ يقول لهم اوستيو ساركوما سوفت تيشو ساركوما. انت عارف ان في اطفال بعد الراديشن على الاوربت حتى بعد الانكليشن يطلع لهم تيومر والناس تتخيل انه ريتينوبلاستوما يطلع فايبرو ساركوما بعد الراديشن. ساركوما دي من حاجات هايلي مالجنت. وبعدين سوفت تيشو ساركوما مالجنت ميلانوما اند سام ايبيثيليال تيومرز وذين 20 تو 50 ييرز. يعني البيشنت ده
اللي انت عملت له نكليشن باي لاترال عشان ليترو بلاستوما هيفضل طول عمره ان هاي ريسك اوف نون اوكيولار تيومرز. بيقول لك ايه البيشنت اللي عندهم ريترو بلاستوما كان اولسو ديفلوب تيومرز وذين ذا ريتنا لايك تيشو في الباينيال جلاند اند ان ذا برين. اصل احنا اصلا ديفلوبد من البرين، احنا مش طالعين من منطقه الداينكيفالون في الاكستنشن من الثيرد فنتريكل وبتاع، واحنا طالعين من البرين. حتى الاوبتيك نيرف بيعتبروها ذا برين ايه؟ ذا برين تراك. يوم يظهر عندنا تيومر في الباينيال بودي اللي هي بايني لوم، خدت بالك؟ وذ ريترو بلاستوما ان بوث ايز، ده بيسموه ايه بقى؟ ترايلاترال ريتينوبلاستوما اللي احنا اتفقنا عليها في الاول. اهي بص دي بقى، بص دي اهي، ادي تيومر اهي عامله كالسيفيكيشن، وادي تيومر اهي عامله كالسيفيكيشن، يبقى ده بايلاترال ايه ريتينوبلاستوما، وادي تيومر الثالثه اهي ورا السله تيرسك اهي باينيال بودي تيومر. بص بقى ذا ماجوريتي بقى اوف ريتينوبلاستوما اللي هي 60% من الحالات ار ايه بقى سبورادي، يعني مش مضروبين الضربه من الضربتين جيرم لاين. And developed as a result of two acquired. بص بقى فين؟ Two acquired. الخبطتين هيجوا acquired. Somatic mutation in a single retinoblast. يعني في خلية retinoblast اللي هي بتكون الريتنا يحصل فيها الدبل ميوتيشن. بص بقى الراجل ده أبوه السبيرم بتاعه زي الفل. الأوفا زي الفل. retinoblastoma طبيعية جدا. الشخص ده طبيعي جدا. ما عندوش أي مشاكل، حتى مش هيورثه. في بعض الخلايا بقى بتاعته راحت فين بقى؟ رايحة تعمل ريتنا اللي هي الخلايا اللي اسمها ريتنو ايه؟ ريتنو بلاس. خدت ايه بقى هنا؟ الدبل هيت. بص الزايجوت بتاعه كان سليم زي الفل، بيج ار بيج ار اهو. خدت بالك ازاي؟ ادي اول ميوتيشن اهي خدها وهو بيكون ريتنو بلاس، وادي السكند ميوتيشن، بس دول كانوا موضعيا. بص لاحظ ده مولود من اب سليم وام سليم، ما عندهمش حاجة. خدت بالك اهو ما عندهمش حاجة. بيج ار بيج ار ار بي ار بي بيج ار بيج ار برضه نفس القصة، بس ده ظهر عنده تي زي. تمام؟ بس ده ما ورثوش لأن الجيرم لاين بتاعه ما زال إيه؟ سليم. هو حصل له الميوتيشن هنا. أهو أدي خد ميوتيشن أثناء واحدة من الميتوزس وراح واخد الدبل ميوتيشن هنا. Since this patient lack a mutation of retinoblastoma one allele throughout the body. جسمه سليم. They are not at risk of increased risk of non-ocular tumor. يبقى شفت بقى بتاع البايلاترال مالتي فوكال ده خطير. بص بقى ايه الفرق بين النون هيريديتري ريتينوبلاستوما والهيريديتري ريتينوبلاستوما. ده بني ادم خلاياه كانت طبيعيه جدا، ما عندوش اي حاجه، خد دبل ميوتيشن هنا، يبقى ده نون ايه؟ نون هيريديتري. تتوقع ان التيومر تبقى ايه؟ يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال. يونيلاترال. تتوقع ان عنده حاجه سيستميك؟ لا. فهمنا القصه دي بقى؟ طيب الهيريديتري؟ لا، ده مضروب من هنا. واخد الفيرست ميوتيشن هنا اهي. جيرم لاين ميوتيشن. احفظ بقى الكلمه دي معايا. اتس جيرم لاين ايه؟ ميوتيشن. واخد فيها 1 هيت. تمام؟ سهل قوي ان في المشوار ده وهو رايح للريدم بس ان ياخد الدبل ايه؟ الدبل هيت. اوريها لك بطريقه اسهل من كده. بص ده. ده واحد باباه طبيعي ومامته طبيعيه. ظهرت له ليه؟ عشان خد ايه؟ دبل هيت. لو واحده لو خد هيت واحده ما تبانش عليه التيومر. خدت بالك اهي؟ تي اس جي اختصار عارف ايه؟ تيومر سبريسور جين. تتوقع التيومر عنده يونيلاترال ولا يونيلاترال؟ تتوقع عنده سيستميك؟ لا. تتوقع لا لا ده حصل السومات. طب بص ده لا. واخد السبرم مضروب اوريدي. عنده 1 هيت. خدت بالك؟ يعني اوريدي بص الخلايا بتاعته ايه؟ جين سليم والجين الثاني ايه؟ مضروب. لما خد السكند هيت تظهر له. ده سهل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، ده كل خلايا جسمه شكلها كده. خدت بالك؟ جين مضروب وجين ايه؟ سليم.